بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أحكي ويا الشعب العراقي مباشرة وبعيد عن الإشاعات والتحليلات. بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة قبل شوية، قررت أول شيء أحكي وياكم قبل ما أحكي ويا أي أحد، لأن سلطتي منكم أنتم بشكل عام، وبشكل خاص لولا تضحياتكم وشجاعتكم ما كان صار أي تغيير بالبلد. أدري بيكم تحملتوا هواية وصبرتوا هواية، بس أني مؤمن بيكم، ولهذا راح أطلب من عندكم تستمرون بالمظاهرات، لأن إذا أنتم مو وياي فأني راح أكون بوحدي وما أقدر أسوي أي شيء. قبل دقائق من هاللحظة أني مواطن فخور باللي سويته على مود التغيير، بس هسه أني موظف عندكم وشايل أمانة كبيرة، فلا ترجعون إذا ما تأخذون اللي تريدوه، سواء كنت أني أو غيري. تظاهروا، اهتفوا، احتجوا، هذا بلدكم، هذا حقكم، وكل اللي علينا تنفيذ مطالبكم، ولازم نحميكم بدل ما نقمعكم، وسلاح الدولة لازم يرفع بوجه اللي يرفع سلاحه عليكم. ابقوا إلى أن نحاسب القتلة ونعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الأحزاب، ومن أين لك هذا، ونرجع هيبة القوات الأمنية، ونصلح الاقتصاد، ونحارب الفساد، وأشك في حكومتي. إذا الكتل حاولوا يفرضون علي مرشحيهم فراح أطلع وأحكي وياكم وأترك هذا التكليف، مثل ما تركت دراستكم على مود الوطن، فأني هم أترك التكليف وأرجع كمواطن عادي راضي ضميره. وبالأخير أقولكم، أنتوا طلعتوا تريدون وطن، وإذا أني ما حققت مطالبكم فأني ما أستحق هذا المنصب. أخوكم محمد توفيق علاوي.